أهلا بكم. بعد تنفيذ الجيش الأمريكي غارة جوية في محيط مطار بغداد قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ومعه بعض قادة الميليشيات أبرزهم نائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس. كيف سيؤثر اغتيال قاسم سليماني على الوضع في العراق والمنطقة؟ وهل سيشعل فتيل حرب على أرض العراق بين الولايات المتحدة وإيران؟ وما هي مديات هذا الصراع الذي اتخذ أبعادا ملؤها التهديد والوعيد بين الطرفين الأمريكي والإيراني، والتي وصفها محللون مراقبون أنها منعطف خطير في العلاقات الأمريكية الإيرانية، ليس آخرها تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف 52 موقعا إيرانيا في حال تنفيذ إيران أي هجوم على الجنود الأمريكيين أو المصالح الأمريكية؟ بالمقابل، ما المتوقع من القوات الإيرانية أن تستهدف؟ وما هي مديات ردود الفعل الأمريكية إزاء أي هجوم إيراني متوقع؟ يتساءل البعض لماذا يكون الاستهداف فقط في العراق؟ ولماذا استهدف سليماني في العراق تحديداً في حين أن النفوذ الإيراني وتواجده في عدة دول؟ من ناحية أخرى، أعد الرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي أن الغارة الأمريكية تشكل تصعيداً خطيراً يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق، مندداً بما وصفه خرقاً فاضحاً لشروط وجود القوات الأمريكية في البلاد، وملمحاً إلى أن الحكومة قد تعيد النظر في وجود 5200 جندي أمريكي في البلاد. وبعدما بقي طويلاً في موقف متفرج إزاء ثورة تشرين الشعبية التي يشهدها العراق منذ 3 شهور، لجأت واشنطن إلى الخيار العسكري مستهدفة سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس القائد الفعلي لميليشيا الحشد الشعبي. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام تداعيات اغتيال قاسم سليماني على الأوضاع في العراق والمنطقة، وهل بات العراق ساحة مكشوفة للصراع الأمريكي الإيراني؟ وإلى أي مدى سيزيد هذا التصعيد الأمريكي من احتقان الوضع في العراق الذي يعيش غليانا شعبيا رافضا للوجود الإيراني وتوابعه؟ كونوا معنا بعد أن نشاهد هذا التقرير. براء في التتبع الإلكتروني وطائرة استطلاع وأدوات مراقبة أخرى نفذ من خلالها الجيش الأمريكي غارة جوية في محيط مطار بغداد قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ومعه بعض قادة الميليشيات ومن أبرزهم نائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس. أشلاء سليماني المتناثرة شكلت فرحة عارمة في دول كثيرة طلتها مخططاته قتلا وتهجيرا، وكان لساحة التحرير وثوار تشرين نصيبهم من الفرح. الساعة 4:30 احتفالات بمقتل سليماني، هذا حب الشهداء اللي راحت، دم الشهداء والضحايا والشهداء العراقيين كلهم طلعت في اليوم. كما كان لهم نصيب من القتل والخطف، فقد قاد سليماني حملة شرسة لقمع ثورة تشرين وإخمادها لحماية أذرع طهران في العراق. هيئة علماء المسلمين في العراق أكدت أن فرح الأمة بمقتل سليماني ينبغي ألا يذهب باتجاه أمريكا ورئيسها، فهما شريكان أساسيان في الجرائم بحق الأبرياء، ودعت العراقيين ألا يسمحوا بأن يكون العراق ساحة للصراع وألا يكونوا أدوات له، مؤكدة أن خلاص العراق يكون بدعم ثورة شبابه حتى يتحرر العراق من الاحتلالين. اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين قالت إن اغتيال سليماني والمهندس لن يبيض صفحة واشنطن السوداء التي لولاها ما تسلط هؤلاء على رقاب العراقيين، وأن العملية الأمريكية تأتي في سياق الصراع بين أمريكا وإيران، وعلى العراقيين النأي بالنفس عن الصراع الأمريكي الإيراني والتركيز على أهداف الثورة. وفي تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني كان مسؤولاً عن قتل مئات الأبرياء في العالم، وأن الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق كانت بتوجيهات من سليماني، مشدداً على أن استخدام إيران لمقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار دول الجوار يجب أن يتوقف الآن. وخلال لقاء مع شبكة CNN الإخبارية أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن خطر عدم التحرك ضد إيران كان هائلاً، وأن الضربة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني كانت قانونية. كما أشار بومبيو إلى أن الرئيس دونالد ترامب أكد استعداد بلاده لجميع التهديدات الإيرانية المحتملة. وفي أول رد فعل إيراني على الحادثة
ترأس المرشد الإيراني علي خامنئي أول اجتماع لمجلس الأمن القومي له منذ سنوات، وكان خامنئي الذي عين العميد إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس خلفا لسليماني قد توعد بانتقام مؤلم على خلفية مقتل الأخير. أما الحكومة في بغداد فقد كان ردها على لسان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الذي قال إن اغتيال سليماني يعد عدوانا على العراق وخرقا سافرا للسيادة على حد وصفه. لكن عبد المهدي نسي أو تناسى التدخلات الإيرانية التي كان عرابها في العراق قاسم سليماني، والذي قد يكون مقتله شرارة حرب جديدة تجعل من العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن نضع تحت ضوء مشاهدينا الكرام تداعيات اغتيال قاسم سليماني وشكل الصراع المقبل في العراق. أرحب بضيوفي الكرام، ضيفي في الاستوديو العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام. مرحبا بك سيادة العقيد ركن. مرحبا، أهلا وسهلا. وأرحب أيضا بضيفي عبر الهاتف الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، انضم معنا من عمان. أستاذ عبد القادر مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم وبضيوفك الكرام. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي، لماذا اختارت الولايات المتحدة قتل قاسم سليماني في العراق وفي هذا التوقيت؟ نعم، مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بكم. نعم، بداية دعني أقول بأنه المنطقة بشكل عام كانت تتجه إلى التصعيد العسكري خلال الفترة الماضية، وهناك بوادر ومؤشرات كثيرة على مسألة التصعيد العسكري. من ضمن هذه المؤشرات بأنه هناك تغيير في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في المنطقة. يعني الإدارة الأمريكية عندما جاءت إلى البيت الأبيض كانت من ضمن الوعود التي أطلقتها بأنها ستسحب القوات الأمريكية من حروب عبثية في المنطقة كما سماها ترامب، وبالتالي كان هناك تخفيض لأعداد القوات الأمريكية في أفغانستان، كان هناك تخفيض أيضا في سوريا، وكانت هناك نية لسحب القطاعات العسكرية من العراق، كان هناك سحب لبطاريات صواريخ الباتريوت من تركيا ومن السعودية ومن مناطق أخرى من الجزيرة العربية. إذن الاستراتيجية الأمريكية بداية كانت تعتمد على بقاء قوات عسكرية قليلة ولكنها تكون ذات فعالية كبيرة جدا. في الشهر الأخير نرى بأنه الإدارة الأمريكية بادرت إلى زيادة أعداد القوات الأمريكية في المنطقة، وهذا مؤشر على أنه المنطقة تتجه نحو التصعيد العسكري. قبل أكثر من شهرين تم إرسال قطاعات اختصاصية، منظومات ببطاريات من صواريخ الباتريوت، إضافة إلى بعض أدوات المراقبة الإلكترونية إلى المملكة العربية السعودية، وهذا يعطي دلالة واضحة على أنه المنطقة أيضا تتجه إلى التصعيد. يضاف إلى هذا بأنه تم تقليل أعداد الدبلوماسيين الأمريكان الموجودين في العراق، وهذا أيضا يعطي مؤشر آخر على أن الأمور تسير نحو التصعيد. يضاف إلى ذلك إدراج عدد من قادة الميليشيات العراقية على لائحة الإرهاب الأمريكية، بالإضافة إلى أنه مجلس التعاون الخليجي أصدر قرار بأن الاعتداء على أي دولة من دول المجلس يعتبر اعتداء على جميع دول مجلس التعاون الخليج العربي، وهذه جميعها تعطي دلالات واضحة على أن هناك تصعيد في المنطقة. هناك تصعيد مقابل أيضا من قبل إيران والأدوات الإيرانية في المنطقة، هناك زيادة لأعداد الهجمات التي قامت بها كتائب حزب الله وكثير من الميليشيات العراقية على القوات الأمريكية. يعني خلال من 1 أكتوبر وإلى نهاية السنة كان هناك أكثر من 27 هجوم على القطاعات الأمريكية في العراق، وهذا حسب تصريح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية. يضاف إلى هذا بأنه آخر هجوم كان على قاعدة كيوان، تم سقوط متعاقد أمريكي إضافة إلى بعض الجنود العراقيين والأمريكان. إذن هي الأمور أصلا تسير نحو التصعيد. لذلك عندما نقول لماذا جاءت ردة، لماذا اختارت أمريكا هذه الضربات؟ أولا بأن الرد الأمريكي في الضربات الأولى التي وجهت إلى كتائب حزب الله على الحدود العراقية السورية، ضرب 5 مواقع، 2 في سوريا و3 في العراق، قالوا بأن هذه العمليات هي عمليات دفاعية دقيقة، ولكن عندما تم توجيه الضربات إلى سليماني قالوا بأن هذه عمليات استباقية. وعندما نقول عمليات استباقية بمعنى التحول من الدفاع إلى الهجوم، هذا أولا. ثانيا نقل المعركة من الأراضي أراضينا إلى أراضي العدو، وبالتالي هم يرون بأنه وصلت الأمور إلى طريق مسدود في التعامل مع إيران. هناك فهم خاطئ للاستفزازات الإيرانية من إسقاط الطائرة المسيرة إلى ضرب شركة أرامكو إلى ضرب ناقلات النفط إلى ضرب القواعد الأمريكية إلى إغلاق تهديدات للسفارة الأمريكية في القنصلية في البصرة تم إغلاقها، إضافة إلى أنه هناك تهديدات على
السفارة في بغداد، إطلاق صواريخ كاتيوشا. السكوت الأمريكي جعل من إيران ترى بأنه إيران الولايات المتحدة الأمريكية لن تذهب إلى التصعيد في الرد على الولايات على إيران، وبالتالي صعدت من هجماتها في المنطقة. أنا أعتقد بأن الطرفين لا يريدون الذهاب إلى المواجهة المفتوحة أو الشاملة، لذلك حاولوا الضغط على ترامب. الآن هو مأزوم في الداخل الأمريكي، وبالتالي قد يواجه مسألة عزله من الإدارة الأمريكية، إضافة إلى أنه مقبل على انتخابات أمريكية، ويمكن لإيران أن تضغط عليه بشكل كبير جدا نتيجة ما حصل من انقلاب على النفوذ الإيراني في العراق والنفوذ الإيراني في لبنان، إضافة إلى أنه الداخل الإيراني أيضا يشهد انتفاضة كبيرة جدا بخروج 189 مدينة إيرانية. إذن المنطقة بشكل عام هي منطقة ساخنة تتجه نحو التصعيد، لذلك جاءت مثل هذه الضربات التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت بأن هناك تغيير في قواعد اللعبة، وهذا التغيير بني عليه مسألة زيادة أعداد القوات ب 750 جندي إضافة إلى 4000 جندي آخر من الفرقة 82 يتجهون إلى منطقة الخليج، وهناك بارجة حربية إضافة إلى حامل الطائرات وما إلى ذلك من أمور أخرى. إذن نحن بشكل عام نقول بأنه المنطقة بشكل عام هي منطقة أصبحت ساخنة بشكل كبير جداً، وهناك أصبحت ضربات وتهديدات مباشرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، واعتيادي يكون العراق هو ساحة صراع أو واحدة من ساحات الصراع التي يمكن لهذه المواجهة أن تتم فيها خلال الفترة المقبلة أو خلال هذه الفترة التي مضت. أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، يعني بعد هذا التصعيد العسكري الأمريكي ضد إيران، هل باتت سياسة التخادم شبه منتهية الآن؟ من المعلوم تماما أن العراق أضحى منذ وقت مبكر، وكنا نتناول هذه القضية عندما تم تأسيس قاعدة جرف الصخر كقاعدة متقدمة للحرس الثوري الإيراني التي منها تدار كل معارك المنطقة وقيادة المنطقة خارج إيران، وبالتالي معلوم تماما أن من ينفذ السياسة الخارجية هو قاسم سليماني في المنطقة، والتبدد الإيراني أصبح واضحا كان برضا أمريكي لتحقيق أهداف وغايات، أولها تهجير المناطق العربية في سوريا والعراق لتأسيس ضمان أمن إسرائيل، فضلا على تقسيم المنطقة إلى كونتونات طائفية ومذهبية تهدف إلى عملية القتال. اليوم وصلت إيران إلى إخراج المشروع الذي أرادته الولايات المتحدة من المنطقة، وجعل إيران بعبع، مما جعل دول الخليج تلتجئ إلى أمريكا لتكون أمريكا المنقذ عندما كانت أمريكا المدمرة الحالية. وبالتالي كل ما جرى الآن هو بسبب التواطؤ الأمريكي وبسبب أنه فتحوا المجال لإيران إلى هذا الهدف. فاليوم تعرض نفسها كمنقذة، وبالتالي ورقة السكوت الإيرانية قد سقطت. على هذا الأساس أن التخادم الأمريكي الإيراني وصل إلى ذروة الامتداد، وهذا الامتداد لابد أن يكون هناك صراعا على النفوذ، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تكون ندا للولايات إيران لا تستمر على اقتصاد هشو وعلى قوة لا تأهل، وبالتالي النظام الإيراني فاقد شرعيته من خلال أن الشعب الإيراني لا يقف معه. بالتالي هل سياسة التخادم قد انتهت أستاذ عبد القادر؟ من المعلوم تماما هذا ما يقودنا إلى أنه سياسة التخادم قد انتهت، وبالتالي عملية قتل قاسم سليماني هو العمود الفقري، أي إنهاء العمود الفقري للنفوذ الإيراني الخارجي، والتي تشترط الولايات المتحدة أي تخطيط للحصار في أي تفاوض على الاتحاد السوري والعراق عموما المنطقة في اليمن، وبالتالي إرجاعها من الدولة القومية التوسعية إلى الدولة. طيب ابقى معي أستاذ عبد القادر النايل، سأعود إليك مرة أخرى. بالعودة إليك سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي، المسؤولون في النظام الإيراني طالما ما يتحدثون ويبررون لتدخلهم سواء في العراق أو سوريا واليمن ولبنان بأنها مسألة الحفاظ على الأمن القومي الإيراني، هل ترى الآن إيران مجبرة على الرد؟ نعم، بداية دعني أقول لماذا هذه الضربات جاءت في العراق. نعم، دعني أجيب على هذا السؤال بالتفصيل. يعني الاستخبارات الأمريكية تقول على لسان وزير الدفاع ووزير الخارجية بأن الولايات المتحدة الأمريكية توفرت لديها معلومات استخباراتية تقول بأن هناك تخطيط لهجمات مقبلة يقوم بها سليماني مع الأذرع الإيرانية في المنطقة لضرب واستهداف دبلوماسيين وضرب أهداف أمريكية، سواء كانت مصالح أمريكية أو قواعد عسكرية أمريكية. لذلك كان استباقية الرد بالنسبة للولايات المتحدة لتوفر هذه المعلومات لدى الولايات المتحدة الأمريكية. المسألة الثانية، أنا أعتقد بأنه
مسألة استهداف قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس هي رسالة واضحة إلى جميع قادة الميليشيات في العراق بأن عليهم أن يتلمسوا رقابهم بعد الآن، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية درجت الكثير من هذه القيادات على لائحة الإرهاب، ولكنها طوال الفترة الماضية لم تقم بإجراءات حقيقية لملاحقة هذه القيادات، مثل ما يجري الآن بضرب قيادات القاعدة في اليمن وفي إفريقيا وفي ليبيا وفي بقية المناطق، أو في أفغانستان وفي بقية المناطق. إذن بعد هذه الضربات أنا أعتقد بأن هناك حاجز، أو مثل ما تفضل الضيف بأن هناك تخادم قد انتهى ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأصبحت هناك صفحة جديدة من الصراع في المنطقة. هذه الصفحة يكون العراق هو الساحة أساسية لهذا الصراع نتيجة تداخل مسائلة الأمن القومي، لأنه تبرير إيران بأنها تدخلت في العراق وفي سوريا، يعني عندما يصرح سلامي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني في الفترة السابقة بأنه أفضل أسلوب للمواجهة مع الولايات المتحدة يكون عن بعد، وهو إشارة واضحة على أنه الأمن القومي الإيراني يجب أن يكون خط الدفاع الأول عنه في حلب، وخط الدفاع الثاني في الموصل عندما تدخلوا في الموصل، ويكون خط الدفاع بحيث اتخذوا من العراق ومن سوريا اتخذوا منها خطوط دفاعية عن الأمن القومي الإيراني. فما بالك الآن يقتل سليماني الآن في العراق بضربات جوية أمريكية، أين الأمن القومي؟ أين التدخل الإيراني؟ جميع هذه الأمور أصبح فيها إشكالية كبيرة جدا. إضافة إلى هذا بأن هذه البلدان الآن العراق ينتفض منذ الأول من أكتوبر على النفوذ الإيراني بشكل كبير جدا. هناك حرق للسفارة القنصلية الإيرانية في كربلاء، حرق القنصلية في النجف، هناك حرق لصور المرشد الإيراني، هناك انقلاب كامل على ميليشيات الحشد الشعبي التي كانت تدعي بأنها هذه الميليشيات هي التي تدافع عن الشيعة، أخذت توجه سلاحها الآن باتجاه المتظاهرين في العراق. إذن هم أمام إشكالية حقيقية الآن أمام النفوذ الإيراني، سواء في لبنان أو سواء في العراق أو حتى في الداخل الإيراني عندما خرجت 189 مدينة إيرانية. الآن إيران هي إذا أرادت الرد أنا أعتقد بأنها ستكون خاسرة بشكل كبير جدا، لأنها لا تعرف ما هي ردة الفعل الأمريكية على هذه الضربات التي يمكن أن توجهها إيران، وإذا لم ترد هي أيضا خاسرة بشكل كبير جدا، لأن هناك ضغوطات من الداخل الإيراني. هناك استبيان كان قبل شهرين على شخصيات سياسية من ضمنها سليماني، فاز سليماني بأكثر من 80% في هذا الاستفتاء، إذن هو شخصية غير عادية بالنسبة لإيران، هو كان مرشح لأن يكون الرئيس القادم لإيران، وبالتالي هناك ضغوطات داخلية تضغط على القيادة الإيرانية بالرد. إضافة إلى هذا بأنه العلاقة مع الحلفاء في المنطقة، الحلفاء أقصد بهم الأذرع الإيرانية، توجب على إيران مسألة الرد الآن على مقتل سليماني وعلى مقتل أبو مهدي المهندس. يعني عندما قتل أبو مهدي المهندس من العراق، سليماني من إيران، وهناك قائد أو مسؤول العمليات الخارجية في حزب الله اللبناني أيضا قتل من ضمن في هذه الضربة الجوية الأمريكية. إذن نحن نتكلم عن ثلاثة بلدان، وهم حتى عندما صرحوا قالوا بأنه الرد لن يكون مرتبط بإيران فقط، وإنما سيشمل الشركاء في المنطقة، وهي إشارة واضحة إلى العراق، وإشارة أخرى إلى لبنان، وإشارة إلى اليمن. مسألة الرد أنا أعتقد الآن يمكن إيران أن تدفع بكثير من عناصر الحرس الثوري الإيراني للعراق لمسألة تفعيل العمل على القوات الأمريكية، كما أن حزب الله اللبناني الآن يمكن أن يقوم بإرسال الكثير من القيادات التي تعمل على تفعيل العمل أيضا في الساحة العراقية ضد القوات الأمريكية، وهذا ما سيشهد تصعيد كبير جدا خلال الفترة يعني المقبلة. يعني تقصد أن يكون ربما شكل أو طبيعة الرد هو على القواعد الأمريكية الموجودة في هذه البلدان؟ لا، الرد الإيراني أو على المصالح مثلا، نعم، يعني الرد الإيراني شركة أرامكو مثلا قد يأخذ مسألة أما يكون الرد مباشر أو يكون الرد بصورة غير مباشرة. الرد الإيراني سيخضع أولا لمحددات كثيرة بالنسبة لإيران، من ضمن هذه المحددات يعني أولا إيران لا تريد أن تذهب إلى المواجهة الشاملة والمباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن لا يمكن أن نضع جدول مقارنة نضع فيه القدرات العسكرية الأمريكية مع القدرات العسكرية الإيرانية أبدا، ولا يمكن أن نضع ميليشيات الحشد الشعبي مع ما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية من إمكانيات عسكرية كبيرة جدا. إضافة إلى هذا بأنه مسألة محددات الرد الإيراني في مسألة الضرب، يعني إيران يمكن لها أن تختار المكان وأن تختار الوقت المناسب
المناسب وأن تختار طبيعة الهدف. هل الهدف سيكون سفارة مثلا أو سيكون مثلا أهداف اقتصادية؟ ليس بالضرورة أن يكون أهداف أمريكية. يعني مثلا الآن هم لديهم أتباع في البحرين، مثل ما صرح حسن نصر الله يقول بأنه لديهم إمكانية يعني في البحرين بشكل كبير جدا، يمكن أن يكون الرد في البحرين مثلا من دول الخليج العربي، أو يكون الرد في الإمارات العربية المتحدة مثل ما صرحت الحوثي، أو يكون الرد في الكويت لأن لديهم خلايا نائمة لحزب الله اللبناني تعمل في هذا البلد منذ زمن طويل. ليس بالضرورة أن يكون الرد الإيراني مباشر على القواعد الأمريكية، قد يكون عملية اغتيال لشخصيات، وقد تكون عمليات بضرب صواريخ مثل ما جرى في العراق، ضرب 4 صواريخ أو 5 صواريخ بحيث تسقط قريب من السفارة أو بعيد من السفارة أو بالقرب من مطار أو بقاعدة جوية أو ما إلى ذلك. أما أن يكون الرد مباشر، أنا أعتقد بأن هناك تصريحات واضحة من الإدارة الأمريكية بأنه إذا تم استهداف أمريكيين في المنطقة فإن الرد الأمريكي هذه المرة سيكون مفتوح وسيكون مزلزل، قد يشمل بنك أهداف يصل إلى أكثر من 52 هدف في المنطقة. طالما تهدد إيران دائما باستخدام ميليشياتها وأذرعها في الرد على المصالح الأمريكية، سيد عبد القادر النايل، من وجهة نظرك يعني كيف تنظر إلى مستقبل الميليشيات في العراق تحديدا في ضوء هذه التهديدات الأمريكية للميليشيات والتي ابتدأت ربما بمقتل أبو مهدي المهندس مع قائد فيلق القدس قاسم سليماني؟ من المعلوم أن إيران دفعت بأن تكون تدريبات عالية المستوى لميليشيات حزب الله اللبناني داخل العراق، وأن أرسلوا خبراء لتدريب هذه الميليشيات، ولعل حزب الله العراقي الذي هو كان يقوده أصلاً أبو مهدي المهندس هو من أحد الركائز المهمة التي جرى تدريبها في منطقة جرف الصخر، وبالتالي على القطف والاغتيال وعلى عمليات الانتشار الواسع واختراق الاتصالات بطريقة واضحة تماماً، وأسس على أن يكون هو الدولة العميقة، وبالفعل هو الدولة العميقة، لأن قاسم سليماني والمهندس كانوا هم من يدرون العملية السياسية ويختارون خطوطها سواء التنفيذية أو البرلمانية أو الجمهورية، وبالتالي يرسمون الخطوط العريضة. لذلك هذه الأشياء بنت بسبب أنه لا يوجد هناك مواجهة دولية لها من الولايات المتحدة، كانت تغض النظر عن كل انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ثم أنه إيران كانت تدربها، وبالتالي أصبحت قوة موجودة على أرض الواقع. لكن حقيقة الواقع هذه قوة جوفاء، لأنه الشارع العراقي لفظها، وبالتالي عندما تفقد أي قوة الحاضر الشعبية فإن زوالها لا يعتمد حتى على الأطراف الدولية. الشارع الشعب العراقي قادر على إضعاف وإنهاء دور الميليشيات الحشد الشعبي، لأنه هو يعلم تفصيل الدقيق مكان قوتها وتواجدها وطريقة تحركها، وبالتالي الشعوب لا تقهر، ودائما هذه الحركات تنتهي إذا ما وقف الشعب العراقي. اليوم كلنا على أن الشعب العراقي ضد هذه الميليشيات، لا سيما أن دماء العراقيين جميعا من المشرقيين إلى السنة إلى الشيعة قد نطشت يدا الميليشياتهم، وبالتالي سرقت الأموال العراقية وسرقت أموالهم الخاصة، وهذا الاعتداء حقيقة وحد الشعب العراقي في وحدة نظيرة قلب نظيرها في المنطقة أمام هذه الميليشيات بطريقة واضحة تماما. لذلك انتهاؤها ليس بالضرورة، بدليل أنهم عندما جمعوا كل قواتهم وقد خرج قادة الصف الأول ومنهم أبو مهدي المهندس لحصار السفارة، ومع أنهم يدفعون رواتب ويمكن يلزمونهم بالقبوض، لم يستطيع تجميع سوى 1000 أو أقل من شخصية تتظاهر أمام السفارة الأمريكية. هذا يؤكد على ضحالة وضعف هؤلاء، وبالتالي عملية إنهاء الميليشيات إذا ما كانت هناك رغبة دولية لمساعدة الشعب العراقي ستكون سريعة وقوية، وبالتالي ستتبين ضعف الميليشيات. ناهيك عن الاختراق الأمريكي لصفوف هذه الميليشيات، وإلا كيف علمت الولايات المتحدة بقدوم قاسم سليماني وذهاب أبو مهدي المهندس بالسيارات التي استقبلته ثم استهدفته، إن لم يكن هناك اختراقا داخل الحشد؟ ولعل حق العام هو المتهم مع صالح السيار والمالك في هذه الإطار، لأنهم يريدون حقيقة مناغاة الوجود الأمريكي الذي يستمر لهم في عملية السياسة، فضلاً عن المناكفات السابقة التي جرت ما بين السيار والمهندس في تراشق البيانات وإبطال أحدهم والآخر بطريقة واضحة على الدخول داخل منطقة الحشد الشعبي. سيادة العقيد الركن، يعني الميليشيات كان ذروة نفوذها بحسب ما يرى محللون في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما. الآن خلال هذه المرحلة كيف تنظر إلى طريقة ربما التعاطي الأمريكي مع هذه الميليشيات؟ هل سيبقى العراق دولة ميليشيات مثلما
يسمى بحسب محللين أن العراق يعني تم تأسيس الميليشيات وتشكيلها أمريكيا وتم حمايتها وتم توفير الغطاء لها إلى أن وصلت إلى هذا المستوى من النفوذ. يعني هل ترى أن الميليشيات مستقبلا طريقة ظهورها في العراق ونفوذها كيف سيتأثر على وفق هذا الصراع الأمريكي الإيراني سواء في العراق أو في باقي دول المنطقة؟ نعم، في الحقيقة أنا أعتقد بأنه الميليشيات وصلت إلى ذروتها في عام 2018 بعد الانتخابات التي جرت عام 2000 الانتخابات البرلمانية، لأن يعني بعد هذه الانتخابات من شكل الحكومة هي ميليشيات الحشد الشعبي، وبذلك هي بعد أن سيطرت أمنياً وسيطرت عسكرياً طوال الفترة الماضية من خلال تشكيل ميليشيات الحشد الشعبي، إصدار قانون والتغول في مؤسسات الدولة بشكل كبير جداً، بدأوا لم يكونوا بحاجة إلى قانون لكي يعني يفعلوا نفوذهم، كان نفوذهم بحسب ما يرى الكثير بعد العام 2003 أخذ بالازدياد. مسألة الغطاء القانوني والشرعي هي مهمة جدا لعمل هذه الوحدات التي التي هي تعمل بالأصل خارج إطار الدولة. يعني الآن عندما نتكلم عن بعض الميليشيات لا يسمون أسماءهم، مثلا كتاب حزب الله يقولون نحن من فصائل المقاومة الإسلامية. فصائل المقاومة الإسلامية تقاتل في سوريا منذ عام 2011 وهي ميليشيات عابرة للحدود، وكثير من هذه الميليشيات تقول يعني تصرح نهارا جهارا بأنها تأتمر بإمرة الولي الفقيه في إيران، وبالتالي قرار المواجهة لهذه الميليشيات في العراق هو لا تمتلكه قيادة هذه الميليشيات وإنما تمتلكه إيران. وبالتالي عندما جاء الرد الأمريكي جاء بشقين، الشق الأول هو ضرب الأدوات التي نفذت الهجمات على القوات الأمريكية، والشق الثاني جاء بضرب القيادات التي أصدرت الأوامر بتنفيذ هذه الهجمات، فتم ضرب أبو مهدي المهندس وتم ضرب قاسم سليماني. مسألة المواجهة من عدمه لهذه الميليشيات أنا أعتقد أنها كاملة بيد إيران، ما ستصدره إيران من قرارات ستنفذ هذه الميليشيات هذه القرارات على الأرض العراقية بغض النظر عن بقية التفاصيل. يعني الآن عندما تهدد كتائب حزب الله تهدد بخروج القوات الأمريكية وستعتبر هدف بالنسبة للقوات الأمريكية بالنسبة لكتائب حزب الله من مساء يوم الأحد الماضي، يعني يوم غدا. طيب أين الدولة؟ إذا أريد نتكلم عن الدولة يجب أن تتكلم الدولة، هناك وزارة الدفاع وهناك وزارة الداخلية وهناك رئيس وزراء وهناك رئيس جمهورية، إذا قلنا رئيس وزراء مستقيل ولا يحق له أن يتكلم بمثل هذه الأمور وإنما هي حكومة تصريف أعمال. من يصرح في هذه القضايا الرئيسية؟ مجلس الأمن القومي العراقي، يصرح رئيس الجمهورية، تصرح الرئاسات مال البرلمان، ولكن هم الجميع يعرفون أنهم فاقدين لهذه الشرعية. هناك إشكالية حقيقية في العراق، هناك حكومة مشلولة بشكل تام، وهناك برلمان في نظر الكثير من العراقيين هو غير شرعي، وبالتالي يجب حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة. كما أنهم يرون بأنه من يسيطر على الوضع العراقي هي ميليشيات الحشد الشعبي التي قتلت المتظاهرين في الفترة السابقة وسمت نفسها بأن هناك طرف ثالث يقتل المتظاهرين. هناك إشكال حقيقي في مسألة حتى إدارة الدولة، يعني عندما يقومون بتغيير القيادات الأمنية قبل الدخول إلى السفارة الأمريكية يتم إسناد مسألة حماية المنطقة الخضراء إلى أبو منتظر الحسيني اللي هو أحد قادة الحشد الشعبي، وبالتالي عندما جاءوا للوصول للدخول للمنطقة الخضراء فتحت لهم الأبواب بدون أي إشكالات، يعني وتم الوصول إلى السفارة وإحراق بوابات رئيسية في السفارة الأمريكية. لم تتعرض لهم قوات الأمن ولم تمنعهم قوات الأمن مما يفعلون في تلك الفترة، بينما منعت ساحات التحرير المتظاهرين في ساحة التحرير وبقية الساحات في ساحة الوثبة والخلاني من الوصول حتى إلى المنطقة الخضراء. إذن هناك إشكالية حقيقية في مسألة إدارة الدولة، هناك بيانات تصدر بيانات شكلية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولكن الحقيقة أنه من يدير الأمور هي ميليشيات الحشد الشعبي. لذلك نحن في العراق نحن أمام حالة لا دولة بشكل تام، يعني ليست هناك دولة في العراق، هناك سيطرة لعصابات ميليشيات الحشد الشعبي على القرار الأمني والقرار السياسي في العراق وهي تتحكم بزمام الأمور في العراق، وبالتالي هذه الميليشيات يعني حصرت خياراتها منذ زمن بعيد. يعني عندما نتكلم عن العصائب نتكلم مثلا عن ميليشيات بدر، نتكلم عن كتائب حزب الله، نتكلم عن الخراساني، سيد الشهداء، النجباء، جميع هؤلاء قالوا نحن بالنسبة لنا سنكون حيثما يقتضي سلاح المقاومة ونحن نأتمر بأمرة الولي الفقيه في إيران. وبالتالي مسألة تحويل العراق إلى ساحة صراع هي مسألة طبيعية لهذه الميليشيات، لأنها المصلحة الإيرانية تقدم على المصلحة العراقية في هذا الأمر. يعني عندما صدرت البيانات الرسمية من الهجمات وما إلى ذلك من أمور، كانت هناك بيانات من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء تدعو إلى التهدئة وعدم التصعيد،
وهناك بيانات أخرى صدرت من أبو ميد المهندس وقادة الميليشيات الكتائب بأنه يجب التصعيد على القوات الأمريكية وأن نبدأ بهجمات مسلحة. الصدر أصدر بيان بأنه يجب عدم تحويل العراق إلى ساحة صراع، ولكن في الحقيقة إنه من يمتلك زمام الأمور بتحويل العراق إلى ساحة صراع هي قيادات الحشد الشعبي التي تسيطر الآن على الوضع الأمني والسياسي في العراق بشكل كبير. نعم. أستاذ عبد القادر، يعني الحكومة يعني تقول إنها قد تعيد النظر في وجود 5200 جندي أمريكي على أرض العراق، هل البرلمان أو الحكومة يعني قادرة على أن تزيل القوات الأمريكية أو الوجود الأمريكي من العراق وهو من جاء بالقوة إلى العراق؟ من المعلوم تماما لا قدرة لهم على كل المستويات القانونية والسياسية، وليس هناك مؤهل لهم بهذا الاتفاق. وإذا ما أخذنا بالبنود الاتفاقية التي تم الاعتراض عليها من قبل القوى العراقية الوطنية المناهضة لهذه العملية السياسية من اليوم الأول، كانت تصرها في القوى ذاتها التي تعترض عليها اليوم وتريد إنهاء هذه الاتفاقية، كانت تعترض بالمطلق وتصر على المضي قدما لتوقيعها، والتي كانت فيها حقا من مبادئ وقوانين طرف واحد، لأن العراق ليس مؤهلا لذلك الوقت ولا حاليا أن يتفق مع الولايات المتحدة على اتفاق استراتيجية، وبالتالي النهضة عند شروطها هي طويلة الأمد، وبالتالي لديها شروط معقدة في عملية إنهاء هذه الاتفاقية التي تنص على وجود القوات الأمريكية والتدخل الأمريكي إذا هناك تعرض إلى العراق بالقرار الأمريكي وليس بالقرار العراقي، وبالتالي تحتاج أيضا إلى وحدة مقتضيات هذه الاتفاقية حتى يتم إنهاء الأمريكي. أن يذهب رئيس الحكومة وليس المستقيل الحالي، لأن يعني المستقيل الحالي هو حكومة تصريف أعمال، أن يذهب رئيس الحكومة بطلب خط إلى رئيس الولايات المتحدة يدعوه فيها إلى إلغاء أو تعديل هذه الاتفاقية التي تنص على تواجد القوات الأمريكية وعلى أن تستخدم القوات الأمريكية الأراضي العراقية إذا ما تعرضت إلى أمنها أو أحد مماثليها أو فيها إلى خطر، وبالتالي هذا ما اعتمدت عليه قواتنا السفارة، وهذا الطلب الخطي يقابل بطلب خطي آخر من رئيس الولايات المتحدة إلى العراق ليحدد إنهاء هذه الاتفاقية بعد سنة كاملة. وبالتالي نحن أمام مسافات طويلة، هذه المسافات حقيقة ستجعل اختيارات كثيرة للولايات المتحدة الأمريكية تلعب أدوار كثيرة. هل تملك الحكومة في العراق قرارها لكي يعني تطالب الولايات المتحدة بإخراج القوات الأجنبية من العراق؟ هل تذكروا الآن أن العراق لا يمتلك السيادة وهم يرفعون يعني صور قاسم سليماني في داخل قبة البرلمان؟ هذه واحدة من الأمور التي تنص عليها الاتفاقية، إذا ما كانت هناك نفوذ لدولة أجنبية في العراق غير الولايات المتحدة فيحق بقاء الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء هذا النفوذ، وبالتالي هم حقيقة يؤسسون مرحلة أنهم يجعلون الحجة والسبب بقاء الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا تمتلك الحكومة قانونا لأنها حكومة تصريف أعمال إذا ما أخذت قوانينهم النافذة الحالية، وبالتالي استراتيجيا هذه الحكومة فاقدة السيادة لأنها لا تمتلك قرار نفسها، وبالتالي هي تريد أن تجعل من نفسها حقيقة مجرد شعارات لأن هناك داعش إيراني. نعم. ابقى معي أستاذ عبد القادر، ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. سيادة العقيد ركن، يعني هل بحاجة الحكومة إلى تشريع قانوني أن تكون حكومة تصريف أعمال أو غير تصريف أعمال أو حكومة بالقانون لكي تضغط على الولايات المتحدة كي تخرج أو تخرج جنودها من العراق؟ هل تمتلك الحكومة في العراق، حكومة المنطقة الخضراء، القرار والقوة على فعل أو اتخاذ مثل ذلك القرار؟ نعم، بداية دعني أقول بأنه هو أي قانون لا يلغى إلا بقانون آخر. نعم. مسألة تشريع القوانين في العراق تخضع لآليتين، واحدة تقدم عن طريق رئيس الوزراء والأخرى تقدم عن طريق رئيس الجمهورية. رئيس الوزراء الآن يعتبر بحكم الآن مستقيل، وهي حكومة تصريف أعمال، لا يحق لها لا إبرام اتفاقيات ولا إلغاء اتفاقيات ولا الذهاب إلى مسألة الحرب وما إلى ذلك من أمور. هناك إشكالية حقيقية في مسألة بقاء القوات الأمريكية أو خروج القوات الأمريكية. يعني الآن عندما أتكلم عن خروج القوات الأمريكية أقول إذا خرجت القوات الأمريكية من العراق، لنفرض بأنها ستخرج من العراق، القوات الأمريكية تتواجد في كردستان بخمسة قواعد عسكرية،
وهذا ضمن بروتوكول تم توقيعه في عام 2017 مع وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. فبذلك ستكون لديهم قواعد عسكرية موجودة في كردستان العراق. اثنين، لديهم تواجد الآن هم في سوريا، وهذا التواجد كبير جدا، إضافة إلى أن لديهم تواجد في الأردن، ولديهم تواجد في الكويت، ولديهم تواجد في قطر، ولديهم تواجد في البحرين، ولديهم تواجد في عمان، ولديهم تواجد في الإمارات العربية المتحدة، ولديهم تواجد في السعودية، ولديهم تواجد في تركيا، ولديهم تواجد في أفغانستان. إذا نحن نتكلم عن تواجد كبير للقوات الأمريكية في المنطقة. يعني مسألة خروج القوات الأمريكية أنا أعتقد قد يجعلهم في 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 أريحية كاملة في استهداف قطاعات أو ميليشيات الحشد الشعبي وقياداته وكثير من القطاعات الأخرى بخروجهم من العراق. ولكن نرجع إلى مسألة حقيقية في مسألة الاتفاقية الأمنية. يعني عندما يقولون الآن نريد إخراج القوات الأمريكية من العراق، الأكراد رفض، لم يحضروا مسألة جلسة البرلمان. السنة أعداد كبيرة منهم لم يحضروا أيضا إلى جلسة البرلمان. إذن نحن نتكلم عن انقسام حقيقي في 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 في, في الرأي السياسي الموجود في العراق لأحزاب السلطة والميليشيات الموجودة. نتيجة الضغوط هناك تهديدات صدرت من قبل قادة الميليشيات بأنه يجب التصويت على إخراج القوات الأمريكية من العراق. لماذا الآن يريدون التصويت على إخراج القوات الأمريكية من العراق في حين أن إيران أخذ العراق طولا وعرضا ولم يتحدث أحدهم أو أحد منهم عن السيادة؟ نحن لماذا نتكلم نقول بأن نحن أمام حالة لا دولة في العراق؟ لأن حقيقة هناك كيل بميكيالية وازدواجية في التعامل في مسألة الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذه الاتفاقية مثل ما سمتها هيئة علماء المسلمين أطلقت عليها اتفاقية الإذعان، يعني كانت مرفوضة من قبل شريحة واسعة من العراق، ولكن المالكي تم توقيعها معه في عام 2008 وتم تنفيذ هذه الاتفاقية. فما الذي جرى الآن؟ أنتم من أجلسكم على سدة الحكم في العراق أجلستكم الولايات المتحدة الأمريكية، أنتم وصلتم إلى هذا المكان بفضل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني عملية الدفع باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أو الآن، يعني عندما نتكلم بخروج الولايات المتحدة الأمريكية، إذن سيجري تسليم العراق بشكل كامل إلى إيران إذا تم تنفيذ خروج القوات الأمريكية. أنا لا أدعو إلى بقاء القوات الأمريكية، ولكن أدعو إلى خروج الجميع، أدعو إلى خروج القوات الإيرانية بكل تفاصيلها والنفوذ الإيراني بشكل كامل، وأدعو إلى خروج القوات الأمريكية. ولكن إذا تم خروجها حسب ما طرح في البرلمان، أنا أعتقد بأنه المرة الأولى عندما تم احتلال العراق تم فتح أبواب العراق أو المنطقة للأجندة الإيرانية، وعندما تم انسحاب القوات الأمريكية عام 2011 ما تم ملء الفراغ من قبل إيران. لذلك الإيران لديها نفوذ متجذر وعميق الآن في جميع مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وحتى الخدمية. هناك إشكال حقيقي في العراق نتيجة التغول الإيراني اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. طيب الآن عملية خروج الولايات المتحدة بطلب من قبل الميليشيات بمعنى ستسلم الولايات المتحدة الأمريكية العراق على طبق من ذهب إلى إيران مرة أخرى، وهذه إشكالية حقيقية في النفوذ الإيراني في المنطقة إذا تم الاستجابة إليه، وإشكالية حقيقة في مسألة من يحكم المنطقة الآن. يعني عملية خروج الأمريكان من العراق بمعنى خروج أمريكا من المنطقة جميعا. إذن أنا أعتقد بأن هذا القرار سيكون عليه إشكالات كبيرة جدا، علما بأنه خروج من هذه الاتفاقية قد يعرض العراق إلى إشكالات اقتصادية كبيرة جدا، وهم يعرفون هذا جيدا. يعني لذلك أنا هناك تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية أيضا من قبل الرئيس الأمريكي. أكيد يعني هذه المسألة أنا لا أقول بأنه لا نحن نريد خروج الجميع ونريد تغيير هذه الأحزاب السياسية التي حكمت العراق في خفرة من الزمن. بلا شك أن كل ما حصل هو ربما أحد مخرجات يعني هذا الحراك الشعبي الذي حصل في العراق. أستاذ عبد القادر النايل، البعض يتساءل عن كيف ستتعامل الميليشيات التي استهدفت المتظاهرين السلميين في ثورة تشرين بالقنابل القاتلة وبالرصاص الحي، واتهمتهم ب أن لديهم أجندات أمريكية تحركهم. الآن يعني من خلال ما يرى البعض هناك يعني تخوف من قيام الميليشيات بازدياد القتل وضرب بيد حديد ضد المتظاهرين السلميين، ولكن كيف تنظر إلى زخم التظاهرات في حين أن عندما قتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس رأينا الاحتفالات تسود هذه التظاهرات السلمية؟
الميليشيات مستمرة في قتل المتظاهرين، ولعل أمس تم استهداف المتظاهرين في الناصرية بالطلق الحي من قبل الميليشيات ومن قبل مقر هيئة الميليشيات للحشد الشعبي في الناصرية، الذي بعدها اقتحمتها بعض المتظاهرين الغاضبين وأحرقوها، وبالتالي ما حرق خيام البصرة وما يجري الآن في الكوت من عمليات اعتقالات واضحة تماما. لكن إصرار المتظاهرين في ثورة تشرين العراقية على أكمل مسيرة الشهداء والضحى والدماء التي نزلت من أجل الوطن وفي الوطن واضحة أنها ثابتة راسخة، وبالتالي هذه القضية تمضي باتجاه تحقيق الأهداف العراقية، لأننا الشعب واعي أدرك، ولعل أكبر خطر يحدق بالميليشيات والوعي التام لشباب العراق الذي حقيقة وصل إلى ذروته من خلال الوحدة الحقيقية ومن خلال البوصلة التي يقودها وهي استعادة الوطن وإصراره على إسقاط العملية السياسية الطائفية وهذه التجمعات والميليشيات، ويحدد إيران بطريقة واضحة أنها هي من تنتهك السيادة العراقية، وبالتالي وعد المتظاهرين كان سابق الأحداث عندما رفعوا من أول يوم تشرين في ثورتهم المطلب الرئيسي هو إخراج إيران، عندما هدفوا بإيران برا وهو مطلب سيادة العراق يقف كل العراق خلفه، لأن لو خرجت إيران من العراق لما حدث الصراع العالمي الإيراني على أرض العراق، ولو خرجت إيران كان يمكن الآن أن نتكلم وأن نتفاوض مع الولايات المتحدة على سيادة العراق السابق، وعلى أن كل العراق هم من يكتبون دستورهم ويشيون عمليتهم السياسية ويجعلون قانونا انتخابا عادلا يحكم كل العراقيين، وبالتالي ينسجم مع دعم شعبي حقيقي عراقي يختار ممثلين يمكن أن يقود العراق إلى سيادة وإلى ازدهار وإلى عملية سياسية راشدة يمكن أن تؤسس عمليات انتخابية وتبادل سلم للسلطة. إذا حقيقة هذا التشخيص وهذا الوعي لثورة تشرين ومتظاهريها الكرام أجمع الكل على أنه حقيقة هو وعي مدرك، وبالتالي هذا الوعي أصبح الخطر الحقيقي على إيران، ولذلك شكل المقبور قاسم سليماني غرفة العمليات التي منذ اليوم الأول الذي عملت على الاغتيالات في المتظاهرين وعلى القتل الجماعي وعلى الاختطاف القسري، قالت حتى الفتيات العراقيات بطريقة واضحة تماما. لذلك حقيقة يفرح المتظاهرين بموت هذا الإرهاب الكبير قاسم سليماني، لأنه هو من قمع الشعب العراقي وهو من قتله، وبالتالي كما أسلفنا أن يداه أصبحت ملطخة بدماء العراقيين جميعا، فضلا على استخدام العراق أن يكون بلدا ممر باتجاه الإرهاب الدول المنطقة والدول العربية. نعم سيادة العقيد ركن، يعني بلا شك أن مقتل سليماني هو إهانة للنظام الإيراني أو الرجل الثاني في إيران بحسب أهمية هذا الرجل، وأيضا هو ضرب للأمن القومي الإيراني بالصميم، بحسب ما يعتبر الإيرانيون أن مسألة التدخل في العراق هو للحفاظ على الأمن القومي الإيراني. الآن مقتل سليماني كيف سيؤثر على ثورة تشرين المطالبة ب إخراج النفوذ الإيراني والتواجد الإيراني من العراق؟ نعم، أنا يعني أرى بأنه المظاهرات التي خرجت في الأول من أكتوبر ولا زالت مستمرة لحد هذه اللحظة سببت إشكال كبير جدا للسياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة وخاصة في العراق وفي لبنان. يعني هذا العمل الذي بدأت به إيران منذ نستطيع أن نقول منذ عام 2003 وهذا التسليح وتشكيل الأحزاب والصرف على هذا النفوذ الكبير جدا، تسليح وتنفيذ وتدريب وتقديم استشارات استخباراتية وتسليحية وتنظيمية وما إلى ذلك، انقلب عليه الشارع في يوم وليلة نتيجة الضغوطات التي مورست من قبل هذه الميليشيات على القاعدة الشعبية في هذه المحافظات. إذن بداية دعني أقول بأن هناك إشكال حقيقي كان موجود قبل مقتل سليماني، فما بالك اليوم قد قتل العقل المدبر أو الرجل الذي هندس الدخول إلى هذه البلدان في العراق وفي سوريا وفي لبنان. هم أمام إشكالية حقيقية الآن في النفوذ الإيراني في المنطقة، أولا خروج مظاهرات ولا زالت مستمرة لحد يومنا هذا. المسألة الثانية بأن هناك مفصل حيوي ومهم جدا في السياسة الخارجية الإيرانية، هذا المفصل تم إنهاءه بقتل سليماني وإخراجه من المعادلة. لذلك أنا أرى بأنه الفترة المقبلة ستشهد إشكالية حقيقية في مسألة إدامة النفوذ الإيراني في العراق بشكل كبير، إضافة إلى أنه الحراك في العراق إذا تم نجاح الحراك وتحقيق أهدافه سينعكس بصورة كبيرة جدا على سوريا، سينعكس بصورة كبيرة جدا. يعني هذا الحراك كيف يمكن أن يستثمر هذه الضربة الأمريكية
من أجل يعني الضغط باتجاه إخراج النفوذ الإيراني ويعني كسر شوكة الميليشيات في العراق، مع العلم أن هذه الثورة ثورة تشرين هي مطالبة بإخراج النفوذ الإيراني وكذلك إخراج التواجد الأمريكي أيضا. نعم، دعني أقول هم وظفوا مسألة الهجمات التي جرت على كتائب حزب الله على الحدود العراقية السورية بشكل كبير جدا، تم توظيفها من قبل قادة الميليشيات لكسب تعاطف الشارع مرة أخرى أو إرجاع الشارع إلى التخندق الطائفي على اعتبار بأن هناك معركة هي أكبر من هذه المظاهرات التي تخرج في ساحة التحرير، وبالتالي يجب على الجميع الآن أن يتوقف عما هو عليه وأن يكون الدفع باتجاه مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية التي خرقت السيادة العراقية. ولكن لم يتكلم أحد بأنه إذا كان كتائب حزب الله هي ضمن المنظومة العسكرية العراقية لماذا قامت بقصف قواعد عسكرية مشتركة تتواجد فيها القوات الحكومية العراقية والقوات الأمريكية؟ صح. لماذا لم تحترم كتائب حزب الله الاتفاقات المبرمة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين العراق؟ نحن دائما نقول بأن هناك تغول في القرار السياسي والعسكري، هناك من يتحكم في العراق خارج إطار الدولة بشكل كبير جدا، وما موجود من عادل عبد المهدي هؤلاء عبارة عن رجال يعملون على تصريف الأوضاع اليومية فقط، أما من يتحكم في القرار المصيري هي ميليشيات الحشد الشعبي بشكل كامل. مسألة توظيف هذه الضربات، جاءت الضربة الثانية، الضربة الثانية أعادت التوازن مرة أخرى لمسألة الحراك بمقتل سليماني ومقتل أبو مهدي المهندس. الآن ميليشيات الحشد الشعبي ترى بأن هناك إشكالية حقيقة في الداخل العراقي، هناك حراك خرج ولم يرجع إلى حد هذه اللحظة ويطالب بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة وعدم مشاركة أي شخص شارك في العملية السياسية منذ عام 2003 وإلى عام 2019، وهناك تهديدات أمريكية أيضا في المنطقة بحيث يجب على الجميع أن يتحسس أنه إذا تم استهداف أهداف أمريكية عسكرية توقع بأن الأمريكان لديهم بنك أهداف لجميع ميليشيات الحشد الشعبي في العراق. تحدث أيضا عن 52 موقعا إيرانيا سوف تستهدف. يعني أتكلم عن العراق، يعني هذا بالنسبة لإيران، أما بالنسبة للعراق أنا أعتقد بأن المواجهة ستكون مفتوحة سواء إيران ردت أم لم ترد، لأن هناك ميليشيات وضعت على لائحة الإرهاب الأمريكية ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بضرب هذه الميليشيات من ضمنها كتائب حزب الله والنجباء، وما جرى من ضرب لهذه القيادات لن يستثني أحد في الفترة المقبلة. لذلك هم يرون الآن بأن هناك إشكالية حقيقية، من هنا مسألة الحراك الذي لا زال مستمر، ومن هنا الإشكال مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا بحد ذاته هو توظيف للحراك بشكل كبير جدا، يمكن أن يستفيد من أن هذه اللحظة هي لحظة حرجة في مسألة التعامل، ويجب عليهم الضغط بشكل أكبر على الحكومة لكي تقوم الحكومة بتنفيذ مطالب المتظاهرين من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال الفترة المقبلة. أستاذ عبد القادر، هل انتهى عهد الميليشيات في العراق في دقيقة لو سمحت؟ بالتأكيد لأنها هي الخطر الحقيقي على العراق وعلى التأثير، وبالتالي هذا الوعي الشعبي أفقدها. عندما تفقد الحظ أي قوة فإن زوالها أصبح حقيقية ناهيك عن الأحداث الدولية والإقليمية جاءت تؤشر على أنها هي الخطر الحقيقي على العراق، وبالتالي اليوم أضحى الكل ينادي بما تنبهت إليه القوى المناهضة للاحتلال منذ الاحتلال، سواء من المقاومة العراقية أو ما تلتها من أحداث أخرى في دقيقة الواقع العراق. فبالتالي نؤكد على الميليشيات هي ذهبت بطريق لا عودة وطريق الزوال للخلائق، وليخلص منها الشعب العراقي بطريقة واضحة ودقيقة وكاملة ولا رجعة لها بعودة. أستاذ حاتم، هل انتهى عهد الميليشيات في العراق؟ أنا أرى بأنها في طريقها إلى الانتهاء. يعني هذه الميليشيات التي سيطرت طوال الفترة الماضية، الآن بدأ العد التنازلي لهذه الميليشيات. الوضع في العراق لن يستمر على ما هو عليه، يجب أن تكون في العراق حكومة، وهذه الحكومة يجب أن تكون خارج القياسات الإيرانية بشكل كامل وخارج القياسات الأمريكية كما يطالب بها الثوار الآن في ساحات التظاهر. يجب أن تكون هناك مؤسسات دولة
قادرة على لجم هذه الميليشيات بمن ضمنها المؤسسات الأمنية، لأن هناك الكثير من القيادات العسكرية المتواجدة الآن هي لا تصلح للعمل في المؤسسة العسكرية والأمنية، ولا يمكن لهذه الميليشيات أن تتحكم فيها كما تريد، مثل ما رأينا كثير من مواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت صور لكثير من القادة وكيف يتوسلون ببعض الجنود لغرض الانسحاب من 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 محيط السفارة الأمريكية. الفترة المقبلة قد تشهد تصعيد كبير جدا، ولكن أعتقد أنه بعد هذه الفترة أو المرحلة الجديدة من الصراع في العراق يمكن لنا أن نقول، يمكن لنا أن نبدأ بفترة قادمة يمكن أن تكون أفضل بكثير من الفترة المظلمة التي سيطرت بها عليها هذه الأحزاب السياسية وميليشياتها المسلحة التابعة لإيران. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريم العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدات الدراسات السياسية والاستراتيجية رأسان، وأشكر ضيفي الكريم الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا عبر الهاتف من عمان. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.